تعليقنا ان شاء الله عليه يعود ايجابي، ان شاء الله يعود عنده اذان ساقيه تسمعوا ان شاء الله وتقلب عند اعتبار. اول شيء هنا نتكلم عنه هو هذه الازمه، والله الحال اللي يعيش الشعب الموريتاني ذلك حالا، واللي هي اهم اللي موجود عند ذلك حالا، والله زاديه اللي الناس كامله شاده اخبارها به اللي ماشي علينا كاملين، وهو اللي قالوا غلاء الاسعار. للاسف اللي الحكومه ما بيها تقبل اي حلول، وما بيها تقبل بعين الاعتبار، ولا هي عارفه عن الناس ما قاعده تعيش، ولا هي عارفه عن الناس عندها ياسر منها لا مسيار وتوه ما يعرف قاعد الطريقه اللي مسيار بها، شنو الدخل محدود والاسعار غاليه وكامل المواد الاساسيه لا احد قاعده تلحق. وللاسف ملي الناس اللي يلا تتكلم، والله اللي يلا تعود انها بكلمتها، والناس اللي مهتمه بهذا اللي دور كامل في البلد للاسف عباره عن شما وخالد، عيني على المعارضه وعيني على الاغلبيه وعيني على النواب والبرلمان والعمد، الناس كامله اللي يلا تتكلم عنه ما في احد قاعد يتكلم، ما عرفنا قضيته وشنو للاسف، وهذا ما يتواسى ولا هو يلا. احنا كموالات، والله انا بعد شخصيا اتكلم عن راسي كموالي لهذا الرئيس وكداعم لهذا الرئيس، ولا يريد حق عندي وحد قال له شيخ خاسر قالوا لي، ما معناها على اني نعود نسكت على روايه تعود لاحقه انفس المواطن الموريتاني، والله متضرر منها المواطن الفقير المسكين الضعيف. وهذا يلا ملي يفهم رئيس الجمهوريه على انه لا كنوع من الدعم، لان فتنا قلنا وزلنا لا نقوله عن دعمنا ان شاء الله لا يعود لا في مصلحة الوطن اولا وفي مصلحة الرئيس، يا غير ملي ما لا نزينوا له شنو الامور ونقولوا له على موريتاني بخير وعلى موريتاني خارج، لا ما هو حق موريتاني تعاني من الاسعار وتعاني من ياسر من المشاكل، رانا قاعد مشاكل كنا ندور حلها نسينا عنها بينا من الاسعار، دلوير ما تلقى تنشرى، ومارو ما تلقى تنشرى، والسكر ما تلقى تنشرى، ولا خالق شي يسوى وشنو اليوم في الاسواق ما هو واعر ولا يا قاعد يعود صالح. يقال هذا الاسباب معروفه وتوقعناها هذيك الساعه، وهذا لين تم ولا نكره وتم ولا نعلوه، اياك الناس تسمعوا اعلن وزاره الاقتصاد للاسف من يوم تولاتها هذه السيده وهي ماشيه الدهور، وهذا انتم تعرفوا كاملين هذه السيده ل 20 سنه هي وزيره يطولها بي وبيها، يقال للاسف ما قد جات اي وزاره ما فشلت فيها، وهذا يلا حد يعترف به ويعرف عنه هو الواقع، ولا عنده اي حلول اللي يسوى هو شنو، وهذا يلا الرئيس يعود يعرفه، يعرف ان عنده بعض الوزراء انهم ما عندهم اي قيمه يسوى هي شنو، وهذا اللي انتم نقولوه له ويسمعوا ويعرف عنه اللي هو الخارج، واحنا اللي نقوله كلام الشارع الموريتاني ولسنه الناس اللي رشحت هذا الراجل ودعمته ومشات معاه ونجح. لا عنده اي مصلحه يسوى هي شنو، ما هو انها تعيش وتوه بلدها طريقة كريمة وتليق بها، معناها عن ما دامت الوزيرة مجورة فم وتتعامل مع ذيك الناس اللي المافيا اللي لحق تسابقها، لا يتم لا الحال الدهور من ماشي شر الأسوأ والأسوأ والأسوأ، هذا يعود معروف. كذلك هم اللي شفت هون لا ينجاوب رقاجين، لا ينجاوب أولا بوسراوي اللي هو بين قوسين صاحب المعارضة زعيم المعارضة هذا اللي ما يكسح ولا يحشم، ولا يلا قاعد يتكلم عن اللي قالوا السياسه الموريتانيه اللي هو ما خارج رقاج اكبر من الجيب لمولانا، ولا خارج رقاج ما يقد مولانا يريد يعيه ياس من امور شخصيه، امور هو شخصيه تسرب، قال يلا عذب نوع من النخوه ونوع من من, من كذا اللي يشوفه العالم الواقع، ان رقاج لين تخلق له روايه تعود لا تليق بمقامه، انه يلا يختفى عن الانظار، وعلى والله على الاقل بعد يعتذر اللي قالوا الساحه السياسيه. به اللي زعيم المعارضه شفته قال على النظام، وهذه هون حرفه عند المعارضه تعدلها، اللي يعود واحد نافض والله عنده مصلحه والله يدور وقيات والله يدور شربته يبدا يهاجم على النظام، لا يساوى ان احنا للي واحد اللي ما بينا معارضه للنظام، والله بالاخص انا قاعد دائما اوضح ما بي لاني معارضه للرئيس والله علني، لا بالعكس بالعكس انا داعم، حتى يا غير ملي ماني لاهي نسمح لمده اخرى تعود كانها تدخل اصبعها وتقول لك هذا النظام
انه ديكتاتوري وعلى انه يحبس الناس وعلى انه شوف وياك نعود واضحين ولا تعود نخزر بروسنا. هذا النظام من الساعة اللي جاء الرئيس هاك اللي حاله اللي قالوا الحريات، وهذا كانوا واحدين يقولوه يا غير هذا اكبر دليل عليه اللي كان في محل الله يضايق والله، وكان في محل الله نحبس انه تكلم والله انه اسمه وزير والله انه اسمه رئيس والله انه اسمه مؤسسة، نعودان اليوم بالحبس. يقال هذا اكبر دليل على ان البلد فيه حريات وفيه مساحه كبيره عنك تعبر عن ضميرك وتعبر عن رايك السياسي وعنك تنتقد اللي تبغي تنتقد، يسوى وزير يسوى رئيس يسوى مؤسسه يسوى شنو، عندك الحق انك تعبر. يا غير مولي فهم خطوط حمراء، فهم خطوط يا الله تعودوا عارفين وحنا زينا عندنا به اللي فهم خطوط اللي تعود ما هي مقفوله بالقوانين ولا فهم مده خلاص هذا لا يعود فوضى ويتم لا كلها به اللي عاد هنا، لكن اللي يقعد يقول لك انا سياسي وكذا يتكلم شيء ويعود هو ما يعرف بعد قاعد اللي واحد في شنو ولا يعرف عن اللي عليه عواقب. انت تقعد تعدل سياسه وتقعد تقبل تعود ديمقراطيه، غير هذا عنده حدود وعنده شي من الامور ما يلا تتخطاه، هذا حد يعرفه وحد يتخطاه. يعني عندهم قانون وفهم قضاء وفهم عداله وفهم شرطه ولا يتخلي هذا يمشي، اياك تحافظ عليه لان قالوا الوحدة الوطنية وما أشبه ذلك من الأمور اللي ما مسموح بها على النهاية. يا غير ما فهم أي رقاج قد يقولكم عن موريتانيا يوم المساعة جاء الرئيس عن ما فهم حريات ما هي حق به، لأن هذا موالي وراعيني ما باقي حد ما خالق رقاج، وهذا أكبر دليل قد نعطيكم ما خالق كلمة نبغي نقولها اليوم فوزير ما نبغي نقولها، لا ماني خايف ولا طامع ولا فهم مؤسسة قد نبغي نسميها ما سميتها ولا فهم شين قد نبغي نشوفه، ما قطريت حد يضايقني ما قطريت حد يتلفن علي يقول لي قلت ما ينقال ولا قط. ناهيك عن اشخاص الاشخاص ما هم الدوله ولا هم شيء، فمش من الاشخاص فعلا يتلفن لي انا من باب الاخوه ومن باب الكامل ويطرح لي راي ولا نسمعه قاع. يقال ما فهم جهه لا داخليه ولا فهم شيء، هون في حريات وفي ديمقراطيه وتعبر كيف ما تبغي تعبر، هذا النظام ما قط حبس الرقاش ولا هم اللي جاي ياك يحبس الادميه. يقال فهم قوانين وفهم خطوط حمراء حد تخطاها يدور يوقف، واحنا زين عندنا ونفخرنا به اللي نحسوا علينا ماشيين في مسطره قانونيه واضحه، هذه يعود واضح للناس كامل. يا غير قاع اذا عاد حد قاع لا يتكلم والله حد لا يشقر، ما هو بوسراوي بي اللي بوسراوي قاع يلو كان رقاش والله يلو كان يجري فيه الدم والله يلو كان هذا يعني راد عليه مولانا، لاك اللي راد عليه واللي احنا معرضين له كاملين. يقال لي من راد مولانا عنه خلق له يلا يعتذر، قالوا ساحه سياسيه انت جاي زعيم معارضه عندك افلام اباحيه افلام جنسيه تتكلم عن شن القاصرات والله تتكلم انت قاعد تيجي يلا تتكلم والله تيجي تنتقد نظام والله تيجي تسمي نظام والله تيجي توقف مع شعب يلا تقبل تسبيحك وتمشي ليغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تاخر وتخلي عنك التخزيه بالشعب الموريتاني، اعرف عنك السياسه ما تيجي تصلح لها واعرف عنك يلا تعود تسحق لوجهك، هذا عود اعرفه سابق تطير على النظام وسابق تقول عن قزواني عدل وقزواني عدل، قزواني لا هو اللي مشيت معاه شهر ودان ومشيت معاه شهر كذا، قال انتم لا ذنبتكم. لان اعطيكم دليل ثاني برام الداه عبيد، برام الداه عبيد سابق تصريحاته الاسبوع الماضي تعرفوا على انه كان عدو لذوذ للقزواني وعندنا فيديوهات هون، وكان يقول عن حد دور موريتاني تخسر يصوت القزواني وحد دور موريتاني تخلى يصوت القزواني وحد دور ثروات البلد تكلو يصوت القزواني، هذا كلام برام ما هو كلامنا احنا. يا غير مولينين عاد جابر مصلحته وعاد جابر ذاك اللي لاحق خلاقه هو اللي هو تقلب وقال عنه هو اجبار صاحبه محمد الشيخ القزواني هذا ما انزل الله به من سلطان. غير هذا الحمد لله رساله واضحه للشعب الموريتاني عن هذا الساسه للاسف والله السياسيين على انهم يتاجروا بالمواقف السياسيه ويبيعوا القضايا السياسيه من اجل مصالحهم الشخصيه. وبرام اليوم عاد هو العدم سياني ما تسامع لرقاج يكون رقاج اخوي صيص كيفته هو، هذا مولع واضح هذا يعود واضح، وهذا نفس الشيء يعدلوه كاملين اللي منها تلي دور وظيفه والله يتلي منها دور تعيين والله يدور يتعطى له روايه تلي تبارك لك مع قزواني وتلي تبارك لك قزواني اللي نقول لكم هو حقيقه قزواني. نتكلم لا عن راسي انا حد ما هو راسي ما نتكلم فيه، نتكلم لا عن راسي نعرف عني هذا الراجل انا داعمه ونعرف عني ماشي معاه ونعرف عني نتمنى له لا الخير ونعرف عني نتمنى له لا ينجح ان شاء الله في مسيرته اللي متبارك معاها ونبقي هم اللي لا يطبق التعهدات اللي ما بعد عدل منها شيء يسوى هو شنو. يا غالي يلا يعرف قزواني عن الله يعدلوا الليله تمينا نقولوا له الحق
ولا لا تمينا نقول له ذاك اللي علمنا به الله وذاك اللي شفنا وراجل ان شاء الله عن هذا يعود مونك عنده هذا ما ندور منه جزاء ولا شكرا يا قير هذا عهد قبلنا على انفسنا ولا نقوله قزواني ما هو من سوء الرؤساء اللي قاط كرد بلد وقزواني ما هو شخص سيء لدرجه كامله ذم بعض من الاخوه يقول على قزواني وعلى عبد العزيز وعلى عدلوا انه قبل داروا شيف داتا ماجور وداروا وزير وداروا كذا شوف الجماعه رجاج ما يتكلم شي ما يعرفه رجاج ما يتكلم شي خارج شي من الابعاد السياسيه وخارج شي من الامور اللي انتم ما تعرفوه ولا ارتد عليكم ولا عندكم عنه اي نبه يسوى هي شنهي حد يخلي عنه قضيه عبد العزيز عبد العزيز رئيس سابق واحنا كمواطنين نحترموه ونقدروه له منا كامل الاحترام والتقدير. طيب قضية ملفه قضية عند العدالة تتحكم ذلك قالوا العدالة ونختار نقول لكم عن قزواني براسه وهذا اللي نقول لكم مسؤول عنه مسؤول عنه وقايله على أدلة دامي غمولي لأن عزيزات ما قط حس برواية ما كدرت عنه القزواني ولا قط وجعه راسه ما قالت عنه القزواني واللي خارج له شيء عنده وباقي فيه يقر هذا شو الأمور تراكمات ومشاكل وفيها الوطن وفيها ياس من الأمور توما ما عندكم به أي علم يسوى وشنو غير نختار نقول لكم ونأكد لكم عن قزواني ما يختاروا لعبد العزيز يوجع راسه ولا يختاروا لعبد العزيز يبات في الخلق ولا يختاروا لعبد العزيز دقوا شوك هذا نقول لكم أنا ونأكد لكم ويقول لكم ما هو كلام البدية هذه حقيقة ونيتو فيه ما هي سيئة ولا يبقي ابدا يعيش فهم شي من الامور للاسف راه مولانا عنه خلق وراجل ان شاء الله عنه لا يصلح ويتقانى يقرب من اللي يلا الناس الاخرى اللي ما سهي عنها داعم الرئيس والله زاد لانها مقربه منه اجتماعيا واحلى شي الامور لا يخدم عزيز ولا يخدم الوطن هذا ناس قريت ونخطا له للقزواني وعيب للقزواني هذا 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 ما يخدم القضيه ولا ولا ولا, ولا عنده اي مصلحه في عبد العزيز وشي من صغاري الفيافي وحيدر هذا ما يخدم عبد العزيز عبد العزيز حد لا يخدمه وحد لا يدعمه وحد لا يقف معاه هذه المحنه يتم يطلب لمولانا ان شاء الله الشفاء يشفيه ان شاء الله ويخلي عنه ذوك الامور راقده ويسكنها ويخلي الامور ماشيه ياكن قد يجبر له حد وهذا يلا الرئيس عزيز يقول له محيطه ويلا الناس اللي قريب من عبد العزيز تقول ليك الناس اللي تجي فم اللي ما يفاهمه قبلي ولا بعدي ذاك ناس قريت وخطا على قزواني هذا لا حد يقلل فيه الين عرفوا الامور من صادق يا كان يعطي مولانا يجبر حل للقضيه اللي هي وهذا الاخر ما هو ما بلا فائده ولا عنده اي تحريض الناس على الناس هذا بلا فائده ومن الاخير نقول لكم انا عم ما ولعبد العزيز اثقل اللي خالق له واكثر حد متضرر منه واكثر حد يخليه ما يرقد واكثر حد يحس باللي خالق له محمد الشاه القزواني هذا نقول لكم انا شوف هذه قضية بعض خشتنا تكلم لا يتم ولا نطيروا لا نطيروا لا خارقة فما يا شفت فما صالح من الصالحين حزيب الخراب يتكلم يبرر عن علميا كي شي هو علميا قاع حد شاف قعدت يرى انه علميا ما يعرف علميا يحلل بعلن للانتشار اللي خلق الفيروس عنه ما سببه حزيب الخراب والله اللي حزيب الخراب هو سببه ومن انسخ اللي خالق عن يعود وزير الصحة هو نفس الليله اللي اخرج فيها المهرجان يعدل التعبئه في دار النعيم الحزب ياك يجمع كميه القاد يجمع الناس وقلبه مولي يجمع 100 رقاج شفتوا هذا الوزير اللي عنده عتاد الدوله وعنده ميزانيه الدوله وعنده وتات الدوله ما قد يجمع 100 رقاج دار النعيم 100 رقاج يوصل من الحبال للصبح عيط لها تجي كامله كض وما هي جايه الدور شيء هذا الوزير قلبه يجمع 100 رقاج وجامعهم ياكاش ياك يجمعوا له كامل ويحصروه ويوزعوا الامراض هذا لو كان في بلد اي بلد اجنبي تلاقي الحزب يعدل هذا والله بلد يعود يبقي شعب مهتم به يقبل رساله ذاك الوقت يمشيها للداخليه هذا المهرجان ما يلا يخلق بلي هذا في ضرر المواطنين وهذا هو ما قادر يمشي في ارواحكم انتم هم هذا يتاجروا منه ويعدلوا منه بزنس ويكونسوا منه وتدخلوا منه الفلا والله الذي لا اله الا هو يا الوزير واعوانه اللي معاه الا يختاروا وقتين عن حياه مواطن موريتاني هذا اللي قبوهم اياه والله اللي قلت لكم ونحلف عليه ولا نحلف عن اللي قالوا الصحه او بعد قاع الاشخاص لهني مش امي وزير الصحه ومدير الصحه العموميه هذو اشخاص مش امين وما داموا ذي القطاع ما هو لا يصلح
ولا هو لا يتقدم ولا لا هي راعي مارك متباركين معاه قابلين قنوات والله قابلين منصات اعلاميه يدوروا يلمعوهم قال نختار انا نقول لهم على التلميع هما ما ينفع فيهم ولا يزيد فيهم شي بيلي لاحقين درجه من الانحطاط عند اعين المواطنين ما يصقلهم منها شيء يسوى هو شنو به اللي ذاك اللي عدلوا احنا نخلصوا النتيجه حد يدور حقيقه الاخبار ويدور كفاءه الرجاله والله يدور مستواهم يقيم قايس الاطباب يقيم قايس المرضى ويقيم قايس الوساخ اللي في الاطباب ويقيم قايس شو المرضى اللي حتى لانهم ما هم قادرين يوفروا للي قالوا فحص كورونا اللي العالم كامل موفروا للمواطنين والكمامات كامل ما هو خالي. التالية من الشيعة جاتنا هاي السيدة الفاضلة اللي أنا نحترمها ونقدرها فاطمة بنت عبد المالك الملقبة قنيفيدة قابلانا 3 ملايين من الكمامات شاريتهم حسب اللي سمعنا حسب المعلومات اللي عندنا بمليون من 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 من, من, من الأورو اللي هو مليون زايد من من الدولارات وهذه الكمامات نقول لكم أنا لا يخلق لهم هذه الكمامات لا هي تقبلهم 100 رقاش والله 50 رقاج وكلها تعطالوا 200 كمامة والله 400 كمامة وعدلالوا بها الأخلاق ويكحز عليها ويلمها لين يمضي أسبوع يقيس بها الصيدلية ويبيعها قال المواطن الفقير ما هو لا يجبر من الكمامة يقدوا هما يقولوا 100 من الله 200 ويقيسوا المرصى ويوزعوهم ويعيطوا لواحدين يفلموهم إلا الخزيم اللي يقدروا يعدلوه يقال حقيقة المردة لأن هذا كامل لا يعجب يدخل في السوق السوداء وينباع أنا بعد هذا هي 3 ملايين كمامة 3 ملايين كمامة انا مسكان واكشوط يلا تلحقتني كمامه ها تلحقتني والمحيط اللي فيه كامل ما في حد قط جبر كمامه كضو والناس اللي نجبر ما في حد جبر كمامه لم الكمامات شخل يقولوا قال هذا لا يدخل في اطار الفساد ويدخل في اطار نهب اموال الدوله يا قاري اليوم ناكد لكم انا اعلن عاد فم مده مهتمه باللي قالوا الفساد وعاد مهتمه باللي قالوا التفتيش واللي كارشي والله اللي عدرشي يعرف عنه دوري تم قاعد سبحانه ما هو عالم شيء يتخش عليه مفتشية ويتخش عليه ساعة يدور يشود راسه ويدور مولي يعرف انه كان واحد يتباهي مع كامل احترامي لفاطمة بنت عبد المالك والله الا امرأة نحترمها ونقدرها و و و و غير مولي اي رجال شخولته نفسه على انه يلعب العقول الشعب الموريتاني والله المواطن الموريتاني ان احنا ما نلاقيه نقبلوه يسوى علينا مولي ومنه هذا حد يعود يعرفه ويعود واضح لكم اليوم موريتانيا اللي فاصلة فيه مدة تقول الحق للرئيس والفاصلة فيه مدة تتألم بالواقع اللي يعيش المواطن الفقير الضعيف المسكين اللي ما تلقاد يعيش في بلده اليوم حد ما يخلص مليون و500 ما تلقاد يعيش والله مليون الناس قاع اللي تخلص 100,000 واللي يخلص 40,000 واللي قاع ما يخلص إيش لا يعدل معناها عنه لا يلاصرق لا ينحبس ولاته هم اللي قاعد لا هي يقتل الجوع هذا هو الله يعود الرئيس يعرفه ويعرف عن الكامل اللي موحول فيه انه ما فات جاب نتيجة يسوى هي شنو هذا اللي يقولوا عنه المشاريع الوهمية احنا ما نتكلم عن المشاريع الوهمية اللي يتكلم عنها بعض الوزراء وش المشاريع اللي ما هي خارقة صاحب عفوا وزير النقل هوك يكذب وزير الإسكان يكذب ووزير الصحة يكذب وإذا كامل كله يجيب شمنة الامور اللي ما انزل الله بها من سلطان وتلاقي خادع بها الشعب الموريتاني والمعارضه ضعيفه ولا هي خارقه واللي خارج منها ما يبلغ وكلها حشيمان وكساحان ساكت الكيشو لانه مسكت بروايه والله مو نكفر له بروايه وتو ولا بلد وتو ماشي ما نعرفه منين صار وهذا للاسف قاعد ما يخلق هذا قاعد ما بلد غني وعندنا ثرواتنا وقاعد نسير وتسير صالح يا غير كامل مغيب لان الحكومه للاسف اخطا الرئيس في اختياره عند الرئاسه من الاغلاط للطريقه اللي اختار بها الوزراء وان كنت انا شخصيا متاكد عنه ما هو اللي مختارهم هذا الوقت عفوا هذه الانترنت كيف شيء ضعيفه هذا اللي عندنا نقوله كامل مولي شرائك الاتصال مولي هم بدورهم يقبلوا قرعتهم من المواطن المسيحي وتو احنا بعد دائما هم الضحيه الله عليه لأن احنا اليوم نحتاج لنا نعودوا كاملين منابر للحق ونعودوا نقولوا ذاك اللي علمنا بها الله ونخلوا عنا الامور اللي ما هي صالحه وهذا الناس اللي تسير البلد ترى فعلا انها اعيننا عليهم ومراقبينهم ولا خارج شيء ما
ما منتبهين له، ولا فايت علينا شيء سوى وشنو، وعندنا احنا ما نقدر نحاكموه ولا نقدر نبلعوه ولا نقدر انه كنا مسولين ما يباتوا فم الليله. يا غير عندنا هذه المنابر تم نتكلموا فيهم، عسى وعسى ان يسمعنا رئيس الجمهوريه ويعرف عنا اللي نقولوا له، بين لا عزه موريتان وبين عزه اللي واحد هو فيه اللي نعرفه احنا، لانه متبارك معاه حق عنده وجاد عليه. يا غير للاسف الاليه اللي قابل ولا الطريق اللي قابلها ما هي الطريق اللي لا يصلح بها موريتان، والاشخاص اللي قابل ما هم الاشخاص اللي لا يصلحوا موريتان، لانهم هذو كلها عنده سوابق واللي عنده ملف فساد واللي كان مع مده ثانيه واللي معروفه بالفساد. وبالتالي يلا الرئيس يصحح المسار اللي ماشي عليه، ياك الامور قد تتقدم ياك قد تتحسن، وهذا مفصول فيه كاملين فاصلين فيه، ونختار موريتانيا لا تتقدم، ونختار الشباب يفتح لهم الباب. هذه الوزاره الساعه اللي جات احنا ما فتنا شفنا روايه ملموسه، نتكلم عن شيء ملموس فات خلق للاسف. وشوف هذا هو اللي نقدنا نقول لكم، وشوف و و و, و انا اختير بعض نطول عليكم، انا قاعد ما صحيت حتى توم اللي يقعدوا معك وصحاح بينا هذه الحمه اللي قابلتنا كاملين، يعطينا خير ان شاء الله. راه لا اخترت توفنا نعطي رؤوس اقلام على هذه النقاط الثلاثه اللي تكلمت عنها، وراجع ان شاء الله عن الرئيس يعود اكثر استماعه من كلامه واكثر متابعته لهذه الوسائل اللي تتكلم فيها الناس وتقول ذاك اللي علمها به مولانا. وتوب راجي ان شاء الله عنده كامل عقبال لا ينفطن له يدارك مزاري قد يدارك، ولان هذه الناس الفاسده اللي معروفه بالفساد ومعروفه بالكذب ومعروفه بالخداع ومعروفه بالتحايل على المواطن الموريتاني واللعب على عقول الشعب الموريتاني، ومده لها سنتين وهي مازالت واحده في التحسيس. سنتين احنا واحدين في التحسيس من يوم جا كورونا واحنا واحدين في التحسيس، يعني التحسيس هو اللي فالله، التحسيس هو اللي تتكلم فيه فالله، التحسيس هو اللي تمشي فيه فالله، تمشي في الوتال وتمشي في كرايش من امور ما هو حق، وتمشي في الاعلام وتمشي في البيابي، هو اللي لايتهم مركزين عليه، لانه هو الاساسي في ذا اللي قالوا نهب اموال الدوله الموريتانيه والكل. يعني حد يبقى النتيجه ويعرف عنه ما خارج من شيء وشنو يقيم ماشي قايس الاطباء ويدخلهم ويخرص الحاله اللي المزريه اللي يعيش المواطن الموريتاني الين يعود يتعلق بذا اللي قالوا الصحه، ويقيم قايس الاسواق ويخرص الحاله المزريه اللي يعيش إنه يعود يتعلق بذلك قال له الغذاء المواد الأساسية. للأسف لأن هذا كامل كلهم قبال ورقاج ما يقدر يصلح فيه شيء، لا يقدر يقدم فيه شيء، وبالتالي ما قالوا شنو، ما قالوا لا الفشل، ويقول المذهب ما يصح إلا الصحيح. شوف وهذا بعض